محاولة إيصال القضية الموصل إلى الخارج بشكل حواري. الموصل ضمت إلى مشروع العراق الحديث بـ 1920. في ذاك الوقت للأربعمائة سنة الأخيرة كانت الموصل مدينة الموصل هي عاصمة ولاية الموصل اللي تمتد من الحدود العراقية التركية إلى حدود ولاية حلب غربا وولاية بغداد جنوبا. اللي حصل بنينوى إنه إحنا كان مفروض عندنا 60,000 مقاتل بين شرطة اتحادية وجيش. فجأة 400 شخص قدروا يحتلون الموصل خلال 5 أيام، لأن حصل التجول فور اليوم 5-6 وسقطت الموصل بشكل كامل الأيمن ثم الأيسر يوم 10-6. طبعا التراث الموجود في الموصل سواء كان آشوري أو إسلامي هو تراث عالمي، وإحنا كسكان لهذا البلد إحنا مسؤولين عنه. في 28/10/2016 بدأت عملية تحرير الموصل بعنوان قادمون يعني. كيف ينظر العالم الغربي إلى الموصل واللي جرى بالموصل منذ الاحتلال الأمريكي بال 2003 ثم احتلال داعش في 2004 وتحريرها في 2017 والآن كيف هو وضع الموصل بعد التحرير؟ خلاصة الموضوع إنه العالم ينظر للموصل كرمز للتنوع وكشرق أوسط مصغر. الموصل مثل ما نعرف هي كانت واحدة من المحطات الأساسية لطريق الحرير، وهذا أدى إلى التنوع الثقافي والعرقي والديني. ودائما هناك مقارنة بين برلين بعد الحرب العالمية الثانية والموصل بعد تحريرها من داعش بال 2017. المجتمع الأوروبي بشكل خاص يركز على عودة الحياة الطبيعية إلى الموصل وإلى العراق بشكل عام وإلى منطقتنا كشرق أوسط أو كمشرق عربي، لأنه ما يريدوا موجة أخرى من موجات اللجوء تصل إلى أوروبا وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية. اليوم المحاضرة كانت هي الرقم 92 في سلسلة محاضرات ملتقى المسقى. حاولنا فيها أن نبتدي سلسلة ربما هي بالحديث أو التحادث والتحاور مع أشخاص ذهبوا إلى الخارج وعادوا وتواصلوا مع الآخر إذا سميناه بشكل عام، يعني مثقفي الخارج سواء في أوروبا أو في مكان آخر. همنا هو أن نرى كيف يرى العالم الموصل، هذه مسألة جدا مهمة. يعني أحيانا الرؤية الخارجية يجب أن تبلور على أساسها رؤية من الداخل في كيفية العمل كمواصلة، في كيفية العمل مع المحيط الخارجي، مع المفاتحات الخارجية، مع حتى ربما المخاطر الخارجية في المستقبل القريب. رغم أن المحاضرة شوية اتسعت وذهبت إلى آفاق شوية، يعني نحن كنا نحاول أن نحصرها، إلا أنها طرحت الفكرة الأساسية هو الآخر والموصل اللي نحاول أن نستمر فيها إن شاء الله في محاضرات لاحقة بعون الله. كنا في جلسة حوار مع محاضرة قيمة للأستاذ الدكتور فيصل جبر الذي تطرق إلى وضع مدينة الموصل منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى الوقت الحاضر من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والظروف التي مرت بها وأسباب الانتكاسات وكيف وبنفس الوقت كيفية معالجة هذا الوضع الذي السيء التي آلت إليه مدينة الموصل بصورة خاصة والعراق بصورة عامة. وكان حقيقة ندوة قيمة ومحاضرة أتت ثمارها، ولا نعتقد أي لقاء من هذه اللقاءات لا تخلو من فائدة. المحاضرة اليوم كانت محاضرة قيمة ومهمة لأن نهتم بالجانب الواقع الحالي الذي يصير بالمحافظة. رؤيتي أن كانت لحل هذا الموضوع هو الخروج نينوى، ويجب أن تخرج بمشروع موحد. المشروع هذا يمثل مصالح أهالي نينوى على المرحلة القادمة. يعني أنا أقصد المشروع مشروع سياسي واضح. في كل يوم إحنا نستقبل وفود أجنبية، ويعني هذا يتمثل مصالح دول أجنبية، يعني ألمانيا، فرنسا، أي دولة أخرى، ومن حق هذه الدول أيضا أن تحاول تبحث عن مصالحها داخل الموصل وداخل العراق. إذا كان هذا المشروع الأجنبي اللي جاي من الخارج ويحاول يعمل في الداخل بجانب اقتصادي، جانب سياسي، جانب ثقافي، ما تكون العوامل،
هل هذا يتفق مع مشروعنا في مراحل معينة؟ إذا كان يتفق في بعض الجوانب مع مشروعنا المحلي فلا بأس في هذا التعاون، لكن إذا كان يتقاطع فمن حقنا احنا ايضا من خلال مشروعنا والمؤهلات اللي عندنا انه نوقف بعض العمليات او جزء من المشاريع هذه او حتى نرفضها. بعد تحرير مدينه الموصل قامت عده جماعات وعده مكانات في نشاطات متعاقبه، الغايه منا الوصول والرسوخ الى حلول لوضع مدينه الموصل الذي تعاني معاناه كبيره مما جرى فيها من التدمير والاقصاء، وإلى حد الآن لم تتب أي عملية لإصلاح هذه المدينة والتي هي بحاجة ماسة وجديرة بالإصلاح.